تقعد مع هذو دولي. أهلا سيد مرشد الوكالة السياحية. وشكون سيد إمام مرشد؟ نعم الوكالة السياحية. وكالة تجارة السياحة وصافي. الليلة يخي تعشيهم عشيتهم كفلوا بها كلش. اسكو كاين طبيب كم مرافقة صحية كاينة؟ مرافقة صحية كاينة. مرافقة صحية كاينة. كبار في السن. نعم. كبار في السن وحتى المرشدين معاهم بإذن الله يقوموا بهم. والحمد لله احنا ربي كرمنا باش نخدموا تقريبا هادو الحرس البلدي راهم مجاهدين. خدموا ما خدموا البلاد وحنا ربي كرمنا باش نخدموا. هذا راه شرف لينا. هذا يعني وشوف للتاريخ القرعة وقتاش ندارت القرعة نتاعهم؟ دارت عندها شحال؟ ربع شهر خمس شهور مع الجمعية. ست شهور. ست شهور اليوم كتبت لهم ان شاء الله يا راه نشوفوهم واحد بواحد مقبوله ان شاء الله. ان شاء الله عمي الله مقبوله عمرتي عمرها مقبوله ان شاء الله. شفناش بالدعاء الدعاء ان شاء الله. الله يحفظك. السلام عليكم البلاد ان شاء الله. تحيه الجزائر. السلام عليكم. الله يرحم الشهداء. الله يحفظكم. جابت الله بارك الله فيك ان شاء الله. يحفظكم الله ان شاء الله. انت وا مقبوله ان شاء الله. عمرها مقبوله. عقوبه لك الحجه ان شاء الله. ان شاء الله اتمنىها. السلام عليكم. وعليكم السلام. بارك الله. السلام عليكم. لا شكر على وجهك. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يحفظكم. السلام عليكم. والله غاركم منورين. هيا والله غاركم منورين. هلا واش من بلديه؟ تخمرت. بلديه تخمرت. تخمرت واخا مدروسه له. مدروسه. شوف كيف الولايه كلها متلايمت هنا. واش من ولايه؟ واش من بلديه؟ بلديه سي عبد الغني. ما شاء الله. الله يحفظك. الله يبارك فيك. عمره مقبوله ان شاء الله. الله يبارك. السلام عليكم. صحيت عمره. واش من بلديه؟ فوالا. الله يبارك. تعبتوا كل هنا ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. حتى ثاني القياده العسكريه هم جاوا حضروا معكم. اسمح لي احنا اللي هم رايحين من الزملاء تاعهم اللي تستشهدوا والناس اللي هم يرحمهم. والله يرحمهم. ونقولوا للزملاء تاعنا باللي ناكدوا لهم باللي البرنامج راه مازال متواصل وباه ما يكونوش عندهم واحد الطابع ثم انه السلطات خلات عليهم. احنا السلطات رانا التمسنا منهم الا الحسن النيه تاعهم انه رايحين يخدموا الملف في احسن الظروف تاعهم. واش هي قضيه نتاع وقت التمسوا بالعقل. احنا راحوا العمره كاين برنامج راه مستمر كاين تاع كونفونسي تاع سيماس كاين الناس اللي تسال كل الامور تمشي في الاخر. وقضيه تاع السكنات رانا هضرنا ودرنا برنامج عطينا القوائم ان شاء الله بيكون غير خير ان شاء الله باذن الله. ويروحوا ان شاء الله بخير ويجوا بخير وما ينساوش الدعاء للزملاء تاعهم والجزائر. واش كيما حفظوا عليها الخطره اللي فات بدمكم اليوم اليوم مطلوب عليكم تدعوا للبلاد تاعنا ما تبقى ان شاء الله متوحده هي تاعنا والحماة الوطن اللي على الحدود ان شاء الله باذن الله. الله يحفظك.